لأن بعد أن تعرفنا على تفاعل اندماج وقلنا هو اندماج نواتين خفيفتين غير مستقرتين لتشكيل نواة أثقل وأكثر استقرار، وضربنا مثال التفاعل الذي يحدث في الشمس وقلنا أنه هو اتحاد نواتي أو نظيري الهيدروجين ديتيريوم وتريتيوم لتشكيل هيليوم مع انطلاق طاقة كبيرة جدا. وسوف نتعرف الآن على تفاعل الانشطار. الانشطار هو عكس الاندماج، وتحول نواة ثقيلة. إذن هو تحول نواة، وان تحول نواة تفاعل الانشطار، إذن هو تحول نواة ثقيلة غير مستقرة إلى نواتين أو أكثر مستقرة وأخف طبعا. إذن مبدأ تفاعل الانشطار هو أن مثال على مثلا انشطار نواة اليورانيوم، مبدأ هو أن تقذف نواة، تقذف بنيترون بسرعة كبيرة فيؤدي إلى عدم استقرار، يسمى هذا بتخصيب، تخصيب النواة. مثال تخصيب اليورانيوم، مثلا اليورانيوم يكون لدينا اليورانيوم إي، مثلا إي 235 يورانيوم 235 يقذف بنيترون فيصبح غير تسمى هذه عملية التخصيب. فينشطر على الأقل إلى نواتين أخف مع تحرير 3 نيترونات زائد طاقة سنرمز لها بكل أو أقل طاقة متحررة أو إنرجي ليبيري أو الشكل. إذن مبدأ هو أن ومثال مثلا انشطار اليورانيوم 235، إذن تقذف نواة اليورانيوم 235 بنيترون، تسمى هذه بعملية تخصيب، فتنشطر إلى على الأقل إلى نواتين أخف مع تحرير 3 نيترونات وتحرير طاقة أيضا. وسوف نعرف أهمية هذه 3 نيترونات وذلك في المحاكاة التي سوف نراها لاحقاً.